ايه العكسري الاصفر ريو صحي بالله مش رايك والله فخم جبار شيف شيف تعالوا احب اكثر عرفت ايه احب اكثر كفو عليك تحب تخفف نعم كفو لكل مقام مقال لكل مقال لا لا خبلان محمد ليه ضرب من بعد الصيد يا والله ثلاجه الصندوق ثلاجه كله ثلج انت على كلامك شمس تبغى تضربني بالعلبه جاي عند طيب تدري من اللي ضربني تبغى مندي ولا من ذي لا جني اللي ضاربني والله مو ولا شوف البيت تعب لكن مالي مالي الا الدعوات لا تعطيني ضبطات هذا في الروم بدون فلفل ريلتي بغيت تطيح يعني زيتون وزيتون جبن واللي معه ها جاي سوق ينتق وانا في الصندوق من اللي سوق يا من عند التك بانطيح وقت تندج على كاسر لا انت جنبي انت ضبط مجلس عشان في حاسب شو انت ايش قال اسوء انا ضبط مجلس عشان فيصل حازم فيصل حازم متى وقرت فيصل اليوم يبي الساعه كم الساعه 5 5 عصر مو 5 عصر مغرب قصدي تأكد لا لا مو كذا مو كذا سلطان كذا يهانا في الجمس وشو لا هذا عادي يا ولد الحركات حرك حرك يا ولد ها هذا بعدين شوف مشت الامور لا تجي تقول لا لا خلي امور تمشي لا لا كبر عقلك شوف ضريس لا تعتمد لا تعتمد بس حط دجاج دجاج اوف دجاج ايش كذا جبن حلو اوف هذه تبي لا حط حلو اوف هذه وش هذه وش ال عليك منهم يا سلطان عليك منهم ها؟ عليك انا برا من اليوم معلمكم العيال كلهم بيقومون لا يفكر الثلج ازيد انت تبي مني وش ذا حمص و تركي عليك العابد ما تاكل حمص شلون ذا الله سيف الله يا جلال تبغى ابلك ترى زين والله زين لا تفكر لا تفكر لا تفكر انا البيتزا انا طلبت لها طيب بدون زيتون بعدين لا تقول طلبت ثلاثة متقطع نومك خلاص مشغول احسب انه طلبتها طلبت طلبت انا اي كثر النوم مشغول ها كثر النوم يا مغاث لا لا مو انا يقول النوم يجر النوم طلبت انا بالله والله العظيم انها مقوله صحيحه ما انت بعض الاحيان ترقد 12 ساعة وتصحى عادك تبي ترقد بعد زيادة تصيوت الا كل انت السبب ماني معكم في التصوير اليوم اول يوم اول يوم تكررتها لا خليات يوم كان حكينا والشيخ لا وجلست انت سالت انت لي حبيبي انا ماني معكم في التصوير اليوم اللي بعد التصوير ايش صار؟ جيت انت اقول سالفه جيت انت تسالني لين صح المايك عليكم السلام ادري والله انت احسن تستاهل السلام شو تو جاي من مرحبا يا العند قد انضربت في عصر انا في كل لغات الضرب كويس بالله يا زلمه صبعت على الكلمه هذه اللي جاي من علي زعلان اغرى مني لا كم طقيتني بعد والله عظمك باقي والله الذي لا 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 يا سعود انك انضربت بالخيزران لين قلت الله حق وعيد تقوم تقوم الضربه ترجع ولا حسيت والله صدق والله جد تهام تخيل وصل مرحله نايم كذا هو جالس ما شاء الله ما دريت يقول متى صحيت وهم يضربونه انا ضربته بالعصا والله انا والله سمعت انا الشاله دريت السيف صار من قلت له احد قلت مش يعرف يعني ما صليتوا؟ لا العصر والظهر إيه؟ صليتوا. وين؟ أنت قومي. لا صلينا. قمت كم ضوء؟ لا العصر. اليوم أطبخ عليه؟ ما صليت. ها على ما. وصل حال ثلاثة ثلاثة. وال. صح بعدين كم مسفر؟ سق الله شغل سق الله طالبوا طالبوا بسق الله شغل سق الله لو سمحتم معكم العمدة شغل سق الله انا صبري
حقت سكريبت الاثنين لا اسمح شق الله شغل القمي يربع نبغى تقاطع الاصوات ترى في تقييد مايك 15 دقيقه ل 20 دقيقه يا اخوان ها ترى في تقييد يعني نهدى 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 وينت قبل ساعه نهدى الله يرحم والديك يا رجال سر ايش تسوي جايب هذا فارق الدفن واصل حد ابو كنت بسوي بيجم ضغطوني طلعوه شغل شق الله لا انت الشيخ اي عارف طاقية هذا اللي فوق راسه يا رجال سرنا بس لا تروح طالب من يعني الله الله لا انا باخذ انا جاي تامر امر انت لو تبي راسك نعم يا ابو هادي نعم يا شيخ سق الله لا شغل سق الله تبون عصريه تبون لناسه شغلوها لا معي